يا اهلا بحضراتكم، عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا يعني الموضوع اللي هنتكلم فيه، احنا كنا الملف ده فتحناه قبل كده اكتر من مره واتكلمنا فيه كتير، وكان لينا مجموعه من اللقاءات حوله، وهو فكره اليوجا واهميتها وانعكاساتها الايجابيه على الصحه الجسديه وكمان على الصحه النفسيه. ده موضوع النهارده بقى هنتكلم، اكيد برضو هنتطرق للتفاصيل دي، ولكن احنا النهارده عايزين نعرف بالنسبه لكبار السن هل اليوجا مفيده بشكل عام ولا لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، في حال ما اذا لو كانت فعلا مفيده، مفيده في ايه وازاي، وايه التمرينات اللي ممكن كبار السن يمارسوها من غير ما يكون فيها اي خطوره عليهم ولا على مفاصلهم. حضراتكم عارفين ان في فئات عمريه معينه بيبقوا فراجايل شويه، يعني حبتين بيبقوا قابلين يعني للاصابه باي شكل من الاشكال. فده اللي هنتكلم فيه النهارده مع الاستاذه علياء عفيفي، مدربه اليوجا اللي منورانا بوجودها. صباح الفل عليك. صباح الفل. ازي حضرتك؟ إيه؟ الحمد لله. ليكي شوقه والله من ساعه لما اتقابلنا اخر مره في الاستوديو الاولاني. ميرسي. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا بطبيعه الحال اكيد حابين برضو نبتدي كلامنا بفكره اليوجا وانعكاساتها على الجسم، لان اليوجا الحقيقه واكيد حضرتك ادرى مني بكتير في التفصيله دي، كان حقها مهضوم سنين طويله، في ناس كتير قوي مش فاهماها ومش مستوعباها. بالزبط. وفي ناس بتقول لك طب يعني ايه اللي فيها يخليها رياضه؟ ايوه. فبتهيألي الوعي ده مؤخرا ابتدى يعني يزيد شويه بقى ويتغير عند ناس كتير، ولا ايه اللي حصل؟ بالظبط مظبوط. احنا عامه انا ما بعتبرهاش رياضه، انا بعتبرها لايف ستايل. أوكي. يعني لازم استمر عليها بقيه حياتي. الاستمراريه مهمه جدا جدا جدا. ميزتها ان هي ما فيهاش بطولات، ما فيهاش منافسه. صحيح. ممكن اي حد يمارسها، ملهاش عمر محدد، راجل ست طفل شاب، يعني حد كبير في السن، حد اوفر ويت، حد ضعيف شويه جسمانيا. يعني هي تنفع اي حد في الدنيا، ملهاش اي، مفيش حد ما ينفعش ما يلعبش يوجا. يعني مفيش ايج ليميت بالنسبه لكبار السن؟ خالص خالص. بنبتديها طالما الطفل الصغير ابتدى يتكلم ويفهم وقدر يفهمني، اقدر ابتديها مع طفل عنده 5 سنين. اوكي. لا انا بكلمك على كبار السن، لحد بقى كبار السن 65 سنه و70 سنه، وفي ناس بتستمر. اوكي. بالظبط. يعني مش مطلوب منهم مثلا يكون عندهم حد ادنى مرتفع من اللياقه؟ خالص خالص. لان كل سن وليه نوع من اليوجا ممكن نمرنه فيها حسب الجول اللي انا عايزاه. يعني لو حد كبير في السن انا عايزه ايه غير ان هو يعني مثلا ما يجيلوش زهايمر، ان هو مفاصله ما يجيلوش التهاب مفاصل، ان عضله القلب تبقى قويه، ان هو يبقى موده حلو. اليوجا ممكن تفرمل شويه من تطور حالات الزهايمر؟ طبعا طبعا فعلا. طبعا احنا بنوصل اكسجين لكل جسمنا. أوكي. من يعني كل خليه جواك بتتنفس معاك وحضرتك بتتمرن. مع الاستمراريه طبعا. يعني في بس طبعا ده في المراحل المبكره مش كده برضه؟ يعني المراحل المبكره من الاصابه بالمرض ده. لا ده احنا ده بريفنت كمان، يعني ده بيقيك من مرض الزهايمر. ضعف الذاكره. وفي ناس اوريدي اتعمل، الباحثون عملوا بحث عن مجموعه من الناس، كانوا 25 فرد. أوكي. كلهم فوق ال 55 سنه. أوكي. 14 منهم خلوهم يمارسوا اليوجا مره في الاسبوع، وكل يوم 20 دقيقه تامل لمده 12 اسبوع، و11 اتعمل لهم تمارين تنشيط الذاكره بعد طبعا ما كلهم اتعمل لهم فحص الذاكره في الاول عشان يشوفوا نسبه الذاكره عندهم وقوتها. المجموعه الاولى والثانيه بقوا زي بعض في الذاكره، يعني تنشيط الذاكره. فاذا اليوجا بتنشط الذاكره زيها زي تمارين تنشيط الذاكره اللي بتتعمل مخصوص للناس دي، من زاويه ان هي بتساعد على التنفس السليم. صح كده؟ بالزبط. وده من شأنه ان هو التنفس ده اهم حاجه، ده الكي بتاع اليوجا. يعني اي حركه بعملها من غير نفس مظبوط ده مش يوجا. ده ممكن نسميه اي حاجه تانية. لكن أي كل حركه في اليوجا اللي بنسميها بوز او اسنه لازم يكون ليها نفس مخصوص. طب ايه الفرق بين اليوجا والتامل او المديتيشن او لا اليوجا؟ المديتيشن ده جزء من اليوجا. ده اليوجا ما ينفعش، لكن الاساس هي اليوجا. لا اليوجا جواها مديتيشن، تحت الامبريلا بتاعت. أوكي. اليوجا مديتيشن او ريلاكسيشن. احنا عارفين ان كبار السن مش يعرفوا يعملوا مديتيشن لوحدهم، لازم تكون جايدد، يعني مع حد. بس احنا النهارده ممكن نقول لكبار السن ان هم يعملوا تمارين في البيت لوحدهم بسيطه وسهله، وتخلي كل الجوينتس اللي هي المفاصل بتاعتهم والعضلات بتاعتهم تتحرك. هم قاعدين على الكرسي عادي جدا، واللي عايز يقف يقف زي الفل. يعني ممكن مشكلة. نشوف بقى من يعني تورينا مجموعه. أوكي. من التمارين. اول حاجه انا بس عايزين لما نوع لما حد كبير في السن بقعد او اي حد حتى لو شاب، ندخل الهيب شويه وسطنا لجوه. يعني ما يبقاش في فراغ ما بين وسطي والكنبه. اوكي. لو حسيت ان انا هيبقى في فراغ بين وسطي والكنبه بحط مخده زي اللي انا حطاه ورا ظهري دي. اوكي اوكي تمام. طيب
رجلي يستحسن ان رجلي تبقى 90 درجه، يعني نازله 90 درجه، يعني رجلي من تحت لمس الارض، لمس الارض كلها. ايوه بالظبط. اوكي طيب، انا ليه بعمل كده؟ انا بعمل كده علشان في ناس لما تيجي تقعد على الكنبه تلاقي رجليها اترفعت كده، في سبيس بتوين الرجل والارض. أوكي. يعني في مسافه بين، في فراغ بالظبط، فده بيخلي الرجل تورم شويه، خصوصا مع كبر السن والاملاح والحاجات دي. فاحنا دايما لو انا قاعده على كنبه وحسيت ان انا رجليا مش طايله الارض، يستحسن احط مخده تحتيه او احط كام شلت او حتى بوفه صغيره قدامي وابقى فارده رجليا، ابقى مرتاحه. تمام. بحيث ان انا اكبر ظهري انه يبقى مفرود واقعد قاعده مظبوطه. تمام. اوكي ده مبدئيا. تاني حاجه بعملها ان انا دلوقتي عايزه اقيس النفس بتاعي، فانا هعمل ايه؟ انا هاخد شهيق وعد على صوابعي الشهيق قد ايه، وليكن المينيمم مثلا 4. أوكي. يعني هاخد شهيق 4 عدات. اوكي، واحاول اخلي الاكسجين ده اللي هو الاكسجين جوه جسمي على قد ما اقدر، بس مش لدرجه ان انا اكتم نفسي جامد، انا مش عايزين خالص نعمل بوش على نفسنا. اوكي، أوكي؟ فهكتم الاكسجين شويه في جسمي وبعدين هطلعه بالراحه. أوكي. اولا وانا بطلع الاكسجين من بقي بالراحه، انا عايزه اهدي الفيس ماسلز بتاعتي كومبليتلي، يعني انا عايزه اهدي عضلات الوش بتاعتي تماما. فده بيقيني من ايه؟ من نوبات الذعر اللي بتيجي دايما كمان للناس الكبار اكتر، لان احنا كل ما بنكبر في السن كل ما بنرجع اكننا اطفال. صحيح. فالنفس ده لو اتمرنا عليه يوميا، كبار السن اتمرنا عليه يوميا، ان انا اخد شهيق بعدين اكتم شويه وزفير قد الشهيق بالراحه، وانا مهديه كل تفاصيل وشي. اوكي. ومغمض عيني ومركز، يعني انا هاخد شهيق كذا مره وليكن 5 مرات. اوكي. او ان انا اخد شهيق وزفير قد بعض من غير ما اعمل ما اعمل فاصل ما بينهم، او اكتم النفس جوه او احوشه جوه شويه. بس في الحالتين بكون مغمض عيني. اغمض عيني ليه؟ علشان دايما الجسم أكثر. الجسم دايما في الحاضر، لكن المخ دايما يا اما بيفكر في حاجه فاتت يا اما شايل هم بكره. فانا ايه اللي بنفس قوه العقل بتاعنا؟ مخنا. النفس. أوكي. فانا بجيب عقلي لهنا دلوقتي لجسمي عشان اركز مع نفسي، ما ركزش في اي حاجه حواليا. تمام. فانا لو غمضت عيني هركز مع نفسي، ده هيساعد على ان يتحقق يعني. بالظبط. اوكي بالظبط. فانا بخلي الشهيق قد الزفير وليكن نعملها 5 مرات. أوكي. او لو انا عايزه اهدي اعصابي وبيجي لي نوبات ذعر كتير مع كبار السن، بيجي لهم الحكايه دي كتير، ممكن اخد شهيق واحوش شويه الاكسجين جوايا واطلع الزفير قد بالراحه. بالظبط. اوكي وبعد كده طب انا ليه بحوش اكسجين جوايا؟ يعني ايه الفرق ما بينهم؟ انا عايزه استخدم اكبر سعه من الرئه بتاعتي. اعود الرئه بتاعتي ان يبقى فيها اكسجين زياده. أوكي. فده كمان بيقيني من امراض. حلو. لما انا بستخدم الرئه بتاعتي او استخدم اكبر سعه منها، معناها ان انا لو جالي كحه مثلا، لو جت كورونا مع انتشار الكورونا، تمرينات التنفس دي انا شخصيا نفعتني جدا لما جالي كورونا. فلان بتزود الاكسجين في الدم، فبالتالي الاكسجين بيوصل احسن للمخ. فلما الاكسجين يوصل احسن للمخ وللخلايا بتاعتنا، ده هيقيني بعد كده من الزهايمر. جميل. اوكي حلو. طيب ايه بقى التمرينات عشان نخش احنا اللي فات ده يعتبر كاننا بنسخن يعني، صح كده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو النفس اللي بناخده على 4 مرات و... ده وبنحتفظ بيه اكبر وقت ممكن. نفسي وببقى كام بنعملها 4-5 مرات. بنعملها 4-5 مرات وبعدين بتنفس باسيف بريثنج عادي جدا جدا. تمام. مفيش مشكله. وبعد كده ولو حد مش قادر يعد، يعني مش مركز انه يعد، ممكن ناخدها فري، يعني اخد براحته لغايه ما يحس ان هو يعني بالظبط براحتي وزفير يعني. بالظبط براحتي. حلو. اوكي تمام. طيب التمرينات بتاعتي بعد كده هبتدي تمرينات. انا اهم حاجه عندي لكبار السن ايه؟ مع كبر السن الكتلة العضلية بتاعتي بتقل. طبعا. بتصغر. طبعا. يعني لو شفنا صورة حد هو صغير غير صورته هو كبير، تحس ان جسمه صغر. ليه؟ الكتلة العضلية بتصغر. فأنا عايزة ايه؟ انا مش عايزة عضلاتي تنشف، مش عايزة الكتلة العضلية بتاعتي تقل. فأنا عايزة احس ان انا مرنة. المرونة بتيجي من ايه؟ ودايما حضرتك تسمع ان في ناس كبار لما بيقعوا بيتكسروا. كسر طبعًا. في الحوض. الكسر بيزيد. وهشاشة فلما بالظبط لما اكون مرن مش هتكسر بسهوله. أوكي. طيب اول حاجه انا عايزه اعملها اركز قوي على المفاصل، مفاصل بتاعه جسمي. اوكي طيب انا هركز على المفاصل، هبتدي وليكن براسي برقبتي. طول ما انا شغال على رقبتي عايزه كتافي تبقى مرتاحه على قد ما اقدر. فانا دلوقتي كتافي مرتاحه وهبتدي اشتغل على رقبتي،
وهياخد شهيق. بس بقى الفرق بين الحركه زي ما قلت لحضرتك اليوجا، حركات اليوجا واي حاجه تانية بنلعبها النفس. فانا هاخد شهيق وانا برفع رقبتي لفوق، زفير وانا بنزل رقبتي. حركه دائريه ولا مش بالضروره؟ ممكن لا، ما هو مش كل الناس تقدر تعمل حركه دائريه. أوكي. فانا بعمل دلوقتي المينيمم ريكويرمنتس للحركه. أوكي. وبعد كده لما احس ان انا اوكي معاها ممكن اخد كومبليت، يعني ان انا على حسب بقى حجم الليونه اللي موجوده عندك. بالظبط حسب الليون. فانا عشان اسهل اخد انهيل اكس هيل واقوم نازل تاني. وانا بعمل كده مش عايزه اكتفي تطلع معايا، انا عايزه اهدي كتفي، فابقى مركز قوي في الموضوع ده. أوكي. كون ان هم هيركزوا اصلا كمان في النفس مع الحركه، ده بينشط جدا المخ. اوكي. وبيحسسك ان حضرتك فريش. حلو. اوكي. ادي ممكن اعمل انهيل اكس هيل وبعدين انهيل اكس هيل. اوكي يعني شهيق وزفير. اوكي. طيب. لقيت نفسي تمام، باخد الدايره كامله شهيق وبعدين زفير لتحت كذا مره. طب ممكن الناس وهي بتعمل كده تقول لك انا خايفه ادوخ، وده حقيقي ممكن يدوخ. أوكي. هعمل ايه انا وانا بغمض عيني دايما عشان اركز؟ في اخر راوند هخلي راسي كده وبعدين هرفع دماغي وافتح عيني، فهلاقي نفسي ما دوختش. لكن لو قعدت اعمل كده خمس مرات او ثلاث مرات والعكس مع الساعه وعكس الساعه هدوخ. تمام. لان عيني هتبقى مش مركزه. فانا اغمض. طب. وفي الاخر هنزل راسي chin to chest اللي أوكي. هو الدقن للصدر وبعدين ارفع راسي وافتح عيني. حلو. اوكي. طيب انا عايز اعمل برضو تمرينات تمدد لرقبتي من الجنب. أوكي. وانا هنا برضو هركز ان الكتاف تبقى مرتاحه، وهعمل ايه؟ هنزل رقبتي كده، ممكن استعين بايدي ان انا اعمل ستريتشنج كده. ستريتشنج يعني. بالظبط. واقوم اعمل دراعي كده فهحس بالستريتشنج في الحته دي. طبعا. ونفس الكلام الناحيه الثانيه. مظبوط. طب انا عايزه اعمل ستريتشنج للحته اللي ورا، الفقرات اللي ورا اللي هي في ناس بيبقى عندها كمان الديسك بتاع الفقرات الرقبه. فده برضو ممكن يعني يبريفنت او يحافظ عليا من الموضوع ده. أوكي. فانا هعمل ايه؟ اكني ببص ناحيه الشست الشمال. أوكي. ونزل رقبتي قوي واخد هنا مثلا وليكن ثلاثة او اربع انفاس او حتى لغايه خمس انفاس. أوكي. وبعدين اطلع اعدل دماغي وبعدين ابص الناحيه الثانيه وانزل بزاويه 45. أوكي. واخد هنا كم نفس معايا. كل ده بيعمل استرتشات كل دي استرتشات للرقبه. حلو. وباخد لها نفس. طول ما انا بقى باخد نفس عايز، انا دلوقتي باخد نفس ومركزه في رقبتي. عايزه مخي ما يفكرش في اي حته تانية في جسمي غير رقبتي. فمركزه في النفس اللي باخده ان الاكسجين ده طالع لرقبتي والاورده اللي هنا وطالع على المخ. اوكي. هحس ان انا فريش. ده مثلا مثال للايه؟ للحركات بتاعه الرقبه. تمام. اوكي. طيب انا عايز ايه كمان؟ انا عايزه الكتاف. طول بقى ما انا العكس، طول ما انا شغاله كتاف اركز ان رقبتي تبقى ثابته. اوكي. فانا دلوقتي شغاله كتاف، ممكن اعمل شهيق وارجع لورا زفير. اوكي. شهيق حركه دائريه زفير بس بالنفس شهيق. وفي حاجات كتير قوي على اليوتيوب ممكن يفتحوها. اوكي. او حتى لو في عندهم احفاد او ابناء ممكن هم يفتحوا لهم او يبعتوا لهم الفيديوز دي على اليوتيوب. عشان يشوفوا الحركه نفسها بتتعمل ازاي ومتصوره من زوايا مختلفه. بالظبط. شهيق وزفير وبعدين العكس شهيق وزفير. اوكي. خمس مرات وخمس مرات او حسب القدره. ادي كده حركت كتافي. تمام. اوكي. ممكن حاجه كمان وانا هنا شهيق زفير. مش حركه بقى دائريه. مش انا طلعت لفوق وتحت. شهيق زفير ماليش دعوه برقبتي، مش وانا بعمل كده اقوم عامل رقبتي كده. لا. دايما رقبتي ثابته. بالظبط. ودايما وانا حتى قاعد رقبتي لاي سن بقى لازم تكون على مستوى الحوض. انا أوكي. يعني ما ينفعش نمسك الموبايل نبقى عاملين رقبتنا كده، لا. ده بالنسبه لي هيوجع الرقبه. فانا برجع رقبتي لورا وبرفع شويه الموبايل على مستوى نظري. حسيت ان دراعي وجعني احط مخده على رجلي. اوكي. واسند. بس مهم نرفع الموبايل او الايباد او ايا كان لمستوى، مش احنا اللي ننزل. على يعني. فكره التمارين دي كمان بنعملها للموظفين في الشغل. طبعا. يعني الناس اللي طبعا مكاتب على لابتوب والناس بنحج بتسريه اللابتوب. اوكي. فانا دلوقتي اهو شهيق وزفير وكله من من المناخير. اوكي. الشهيق بيبقى من الانف والزفير بيكون من لا لا كله من الانف. انا بحاول اتنفس كل التمرينات بتاعتي. أوكي. من الانف. ليه؟ احنا اصلا مفروض بنتنفس من مناخيرنا الا لو عندنا سبب مانع ان انا اتنفس مناخيري، زي مثلا حد عنده لحميه. لا احنا في اول الحوار ساعات لما اقول لحد لا ده عشان اهدي نفسي. اوكي. ده في الاول بس، لكن بعد كده الشهيق والزفير من الانف عادي. انا طول حياتي لازم اتنفس من مناخيري بس. أوكي. ليه؟ لان الشعيرات اللي جوه مناخيرنا بتحمينا من الاتربه والميكروبات اللي تكون في الجو. طبعًا. طبعًا. لكن لو فضلت اتنفس من بقي انا هتعب، انا هدخل كل ده على صدري. اوكي. لكن في كيسز لازم يتنفسوا من بقهم، اللي عندهم بيبقى انفيه، اللي عندهم لحميه بيبقى عندهم. طبعًا. دي بيبقى كيسز اللي عنده نور برد ومسكوب مش عارف يتنفس. بالظبط.
فانا او بيتكلم زي احنا بنتكلم دلوقتي، انا بطلع نفس من بقي وانا بتكلم. أوكي. خلاص ادي كده اهو طلعت ونزلت خلاص. حلو. طيب ممكن وانا هنا او عامل ايه بقى، انا عايز احرك الكف بتاعي اهو بعمل. أوكي. كده ايدي بالراحه خالص مع الساعه وعكس الساعه، ايديا الاثنين افتح صوابعي واقفلها، انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل. لو عندنا ستريس بول اللي هي الكور الضغط الضغطه ممكن اعمل كده. اوكي. وافتح انهيل واكسهيل وانا بشتغل كل ايد. اوكي. الكوع اعمل كده انهيل واكسهيل وانا بتنفس نفس منتظم. احنا لغايه دلوقتي اللي بنقوله ده ماشي في كذا سكه، ماشي في سكه ليونه ليونه ماشي في سكه تنفس بالزبط. سليم بالظبط. انا بحرك بالظبط كل ده، انا بتنفس وانا بتحرك. اصل كلمه يوجا مرتبطه عند ناس كتير، بس طبعا انا فاهم ان احنا دلوقتي بنتكلم على كبار السن. أوه. فاحنا بنوريهم تمارين. لا دي تمارين يعني بسيطه قوي، احنا فيها تمارين كتير قوي في اليوجا ده احنا. لا انا عايز اقول لك ان الاستريوتايب اللي عند معظم الناس، النمط الذهني اللي عند ناس كتير لليوجا اللي هي الواحد يبقى قاعد ومربع. لا ده ريلاكسيشن اور مديتيشن، ده حاجه ثانيه. احنا هنتكلم فيه بعد ما نخلص التمرين. تمام. المهم ان انا دلوقتي بحرك الكوع بتاعي برده اهو مع الساعة وعكس الساعة. تمام. مع النفس المنتظم، كل ما مخي يشرط في حاجة برة أرجعه تاني بالنفس، يعني دايما أبقى مركز في حركة بطني وأنا بتنفس، يعني باخد شهيق بنفخ بطني زفير بطلع الهواء كله من بطني. طيب أنا عندي ليكي خبر مش حلو، احنا عندنا دقيقتين فاضلين. اوكي تحب تقولي لنا فيهم ايه بقى عشان نركز الكلام؟ احب اقول زي ما انا حركت فوق واتحرك بس رجليا. اوكي. كل الجوينتس لو اقدر اطلع رجليا اطلعها. أوكي. لو اقدر افتح رجلي شويه وانزل بس تكون رقبتي مع ظهري. أوكي. وانزل نفس الكلام. وان اللي بعد ما اخلص اخد نفس النفس اللي انا اخدته في اول التمرين، وبعد كده خلاص انا كده خلصت التمرين اليومي بتاعي. التمرين ده مش مرهق خالص لاي حد طبعا. وهيزود المرونه للناس كبار السن. ده الواحد بيبقى بيعمله وهو قاعد في مكانه كمان، دي ميزه كبيره. الوزن قل. طبعا. النفسيه بقت حلوه، حسيت ان انا هادي. نومي بقى منتظم، ما بقاش فعلا فيه. بتفرق في المود للدرجات دي يعني بشكل ملموس قوي. بتفرق جدا، بتبقى فريش بشكل فظيع، وكمان بتدي طاقه لكبار السن بعد كده او لاي حد بيلعب. طبعا. يوجا احنا بس عشان بنتكلم في الحلقه على كبار السن فانا بقول لكم كبار السن مفهوم. لكن هي بتديهم طاقه، بتحسسهم ان هم فريش، بتحسسهم ان هم لسه بيتحركوا. لا وفي مراحل سنيه معينه كمان يا علياء بتهيألي يعني ان حتى الامور البسيطه قوي اللي زي كده هتطمنهم على نفسهم ان هم قادرين على ان هم يحركوا يعني جسمهم وان هم يتحركوا بالتالي. بالزبط. يعني نفسيا برضو اكيد ليها ايجابيات. ما نقولش انا كبرت خلاص ومش اكيد مش هعمل حاجه دلوقتي، نحسن اتعب نحسن. لا نيفر تو ليت، احنا لازم نتحرك لحد اخر يوم في عمرنا. دي احلى حاجه انت يعني نختم بيها الفقره دي. ميرسي. اتس نيفر تو ليت فعلا. نورتينا، نشكرك على وجودك معانا. وان شاء الله نشوفك على خير بقى في حلقات جايه باذن الله. العفو على ايه، ميرسي جدا. شكرا. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل كابتن محمد حشيش ونفتح معاه ملفات كتير ليها علاقه بالنادي الاهلي. خليكم معانا.